ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا مع سورة البقرة من جدال بني إسرائيل وما وقع من القرآن الكريم من إفحام لهم، وذلك قول الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، إلى آخر الآية. ذكر الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله سبب نزول هذه الآيات، وذلك أن الله جل وعلا حينما أفحم اليهود مما سبق الحديث عنه من الآيات المحكمات البينات مما تبين من فضح بني إسرائيل وما وقع بقلوبهم من عبادة العجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم إلى غير ذلك من المصائب والمعاصي التي ادعوا أنها محض الإيمان، قل بيسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، فبين الحق جل وعلا أن اليهود لم يكونوا لا على شريعة موسى ولا على شريعة عيسى ولا على شريعة محمد عليهم الصلاة والسلام، ولا هم فعلا تبعوا ما أنزل إليهم، وإنما كفروا بما أنزل إليهم كما كفروا بما أنزل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فلما لم تبقى بين أيديهم حجة يتشبثون بها ما بقي لهم شيء، أرادوا أن يتحايلوا وأن يخادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. أسلوب اليهود هو هذا عبر التاريخ، حينما تضيق بهم السبل يلجؤون إلى الحيل. فقالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ذكره الطبري في سبب النزول بسنده، قالوا له: أخبرنا من يتنزل عليك من الملائكة حتى ننظر في أمرنا. يعني كأنه نوع من الأسلوب المرجي، يعني كيخليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتأمل ويأمل أنهم بحال بدوا كيرطابوا راه ممكن يأمنوا، أو ما بدوا كيسولوا عن الملك الذي تنزل بهذا القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، عسى أن يؤمنوا. ما بقوش كيجادلوا الآن في مبدأ النبوة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بحال تحولوا كأنهم أقروا ضمنا ولم يقروا صراحة، كأنهم أقروا ضمنا بنبوة رسول الله ضمنا لا صراحة، فصاروا يسألون: من يتنزل عليك بهذا الأمر؟ من من الملائكة؟ شكون هذا الملك اللي كي يجيب لك هذا الوحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا بصدق وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال: جبريل. وهم داروا غير حيلة، يريدون أن يعرفوا اسم هذا الملك وهم يعرفونه، هم كيسولوا على واحد حاجة عارفينه، يعرفون من كان يتنزل على رسول الله بالقرآن. فقالوا حينما سمعوا كلمة جبريل أو اسم جبريل، قالوا: هذا عدونا ينزل بالحرب والقتل والقتال، لو أن الذي يتنزل عليك بهذا القرآن ميكائيل لآمنا بك، لأنه يتنزل بالقطر والرحمة. ميكائيل مأمور كيجيب الشتاء، قطر مطر يعني والرحمة، فلو أنه هذا نأمنه، ولكن من جبريل اسمح لنا هذا الشيء ما مسلكناش. يعني نوع من الخداع والحيل الباردة الثقيلة البليدة فعلا، وهم على علم بل على يقين من أن الذي تنزل بالتوراة على موسى إنما هو جبريل. كل الكتب وبدون استثناء التوراة والإنجيل والزبور وقبل ذلك صحف إبراهيم وبعد ذلك القرآن المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كل ذلك إنما كان يتنزل بها جبريل الروح الأمين، هو أمين الوحي. رب العالمين حينما يقضي بقدره وأمره أن يبعث رسولا من البشر، فإن جبريل هو الذي يتكلف بهذه المهمة، مهمة التنزيل، تنزيل الصحف وتنزيل الكتب من عند الله جل وعلا. قالوا بأن جبريل عدوهم، فأنزل الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هذه الآية تحمل أسرارا كثيرة جدا وحكما بالغة. قبل أن نعمد إلى بيان ما قيل فيها وما أورده الإمام الطبري رحمه الله، نقف مع قضية هنا في هذه الآيات، هذه نفسها والتي بعدها، قل من كان عدو لجبريل والتي بعدها قل من كان عدو لله وملائكته. قضية الملائكة، الإيمان بالملائكة من أهم الحكم في جعل الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان: قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره.
يعني الإيمان بالملائكة ماشي سهل. شوف سبحان الله العظيم، يعني الملائكة جزء من عالم الغيب، جزء من عالم الغيب، وعالم الغيب ذكرت فيه أشياء في كتاب الله ولم تجعل أركانا. حلاش مثلا الجن، الجن يعني مقرر في كتاب الله في غير ما آية، بل الله عز وجل جعل صورة الجن صورة كاملة حول الجن، قولوا حيا إلي أنه استمع نفر من الجن إلى آخر الآيات. فالجن توما عنصر غيبي وكائن جنس، وفيهم المؤمنون والكافرون والقاسطون ومأمورون باتباع الأنبياء من البشر إلى غير ذلك مما هو معروف في قضية الجن. ومع ذلك رب العالمين ما دارهمش ركن من أركان الإيمان، مع أنه طبعا الذي أنكر الجن يكفر بإنكاره. ملاش من جهة أنه أنكر قطعيا من القرآن الكريم، لأن القرآن صرح بهم تصريح لا يقبل تأويلا، فإنكار الجن إنكار لبعض القرآن، ومن أنكر بعض القرآن فهو كافر. لكن الإيمان بالملائكة جعله الله ركنا مستقلا، يعني الإيمان بالقرآن دخل في الإيمان بالكتب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وجعل الملائكة ركن يعني أصل من أصول الإيمان مستقل، كالإيمان بالرسول تماما، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني هذه عناصر مستقلة. فالإيمان إذن بالملائكة أسمى من الإيمان بالجن، ومن كثير من العناصر ديال الغيب، موجودة عناصر كثيرة في الغيب، لكن الله تعالى أعطى قيمة كبرى لهذا العنصر الإيماني وجعله ركن بحال أركان الإسلام. أركان الإسلام ما فيش في الأركان الإسلام فقط يعني غير كونها واجبات فقط، هي واجبات وزيادة، كاين عدد ديال الواجبات، واجبات ما تذكرتش في أركان الإسلام، بينما الله عز وجل جعل أركان الإسلام هي واجبات، ولكن أصول الواجبات، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، يعني الأصول السواري اللي قائم عليهم الإسلام هما هذا، مع أنه كاين واجبات كثيرة من الواجبات العينية والواجبات الكفائية المعروفة من غير هادو، لكن هادو كيتسموا يعني الأسس ديال الواجبات كلها، والأصول التي تتفرع عنها الواجبات والمندوبات والمحرمات أيضا بمفهوم المخالفة. كذلك أركان الإيمان، أركان الإيمان هي الأصول الكبيرة ديال الإيمان وديال العقيدة الإسلامية. من أهم الأسرار والحكم في الإيمان بالملائكة أن الله جل وعلا وقد جعلهم عنصرا هاما من عناصر الغيب، أوكل إليهم مهام، عندهم واحد الوظائف ومهام كتتعلق بنا حنا البشر، بينما الجن الوظائف ديالهم بعيدة علينا، ما يدخلوا في سوقنا ما ندخلوا في سوقهم إلا إذا حصل ضرب من التعدي والظلم، أما يعني لا علاقة بيننا وبينهم إلا أننا نسلم بوجودهم من خلال القرآن الكريم. الملائكة لا، الملائكة عندنا احتكاك بهم يومي. فأولا الملاك هو الذي ينفخ الروح في ابن آدم حينما يكون في بطن أمه في 40 يوم الثالثة، ثم ينفخ فيه الروح. الملاك هو الذي يقبض الروح حينما يموت الإنسان. الملاك هو الذي يكتب الحسنة والسيئة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد من الملائكة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد من الملائكة. الملائكة هي التي تحيط الإنسان وتحفظه من أمر الله، إن كل نفس لما عليها حافظ. الملائكة هي التي تصحب الذاكرة لله، إنسان بدي يذكر الله تعالى كاين ملائكة كتصحبه تبعه من بدء خروجه من منزله، من اللي تخرج من باب الدار الصباح إذا ذكرت الله بدعاء الخروج كيتبعك ملك يلهمك الصواب والخير والرشد حتى تعود إلى بيتك. يعني الملائكة عايشين مع الإنسان، متلبسين بالإنسان تلبس يومي. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة الفجر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة، كتحضر فيه الملائكة. ثم قبل ذلك وبعد ذلك الملائكة رسل الله إلى بني آدم، يعني الله عز وجل حينما يرسل الرسل تكون الواسطة بين الله وعباده من البشر الرسل، رسلا آخرين من الملائكة طبعا، وعلى رأسهم جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذن الإيمان بالملائكة ماشي تأمن بهم لأنهم كينين، حتى الجن كينين، ومن غير الجن، من الخلائق التي لا يعلم حقيقتها إلا الذي خلقها من الكائنات المغيبة، يعني في الأرض تحت الأرض فوق الأرض في السماوات لا ندري، ماشي كل شيء الإنسان بالضرورة كيعرفه،
ولا أحد يستطيع أن يصادر الغيب يقول ما كاين في الخلق غير هذا الشيء. لا، علم الله عز وجل أوسع وأعظم من أن يحاط به. قلت إذن من أهم الأشياء في الإيمان بالملائكة ليس من حيث هو جنس موجود، ولكن من حيث أن عندهم وظيفة. هذا هو السر في الإيمان بالملائكة، عندهم وظيفة، عندهم واحد الخدمة. وقبل ما نتكلم عن الخدمة دي الملائكة نرجع نضرب واحد مثال آخر، وهو الإيمان برسول الله بل بالرسول عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ماشي هو زعما تأمن به بأنه كان موجود أي تؤمن بوجوده، هذا ليس بإيمان. حتى اليهود ما كان كروش سيدنا محمد أنه كان موجود، رغم تحاوروا معه اليهود والنصارى والمجوس كل البشر كيعرفوا بأن سيدنا محمد كان موجود في التاريخ، ولد في عام الفيل وتوفي في سنة كذا إلى آخره، معروف يعني السيرة دياله كلها مشهورة ولا ينكرها أحد، لا اليهود ولا النصارى. ما كاين كروش بأن سيدنا محمد خاض غزوة أحد وغزوة بدر والأحزاب والخندق وقال اليهود وقال المشركين وفتح كذا وكذا إلى آخره، شي ما كاين كروش، فهم لا ينكرون وجوده. فإذا الإيمان بوجوده يعني هذا تحصيل حاصل، وإنما نؤمن بصفته، كان أمنه بالصفة دياله وهي كونه رسول الله. ها السر فين كاين؟ فلذلك الفرق بيننا وبين الكفار أنهم لا يؤمنون بأن محمد رسول الله، يؤمنون بأن محمدا بن عبد الله، هذه كأمنوا بها. أما نحن المسلمين فنؤمن بأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذن الوظيفة هي المهمة في وجود الأشياء، قيمة الشيء في وظيفته أش كيدير. فقيمة الملائكة بما وظفوا فيه وبما كلفوا به من التنزيل أو التنزل بالوحي وبالقيام بمهام متابعة الخلق من بني آدم أمرا من الله وإذنا منه سبحانه جل وعلا. وأشرف مهمة عند الملائكة هي مهمة التنزل بالكتاب، ولذلك أعظم ملاك كائن هو سيدنا جبريل، ولذلك وصفه الله وسماه الروح الأمين، نزل به الروح الأمين عليه الصلاة والسلام. فكان أمنوا إذن بالملائكة باعتبارهم كيقوموا بوظائف، وهذا الوظائف عندها صفات أيضا، هي وظائف واحد المهام شغال من بينها وعلى رأسها، مش من بينها، على رأسها وعلى قمتها أنهم هم المؤتمنون على وحي الله عبر السماوات حتى الأرض، مؤتمنون على وحي الله، يهبطوه وينزلوا به بأمانة وبقوة، بقوة ما يقدرش الشيطان يقرب ليهم أو يزيد فيه أو ينقص فيه، لا يستطيع الشيطان أي إبليس من الأبرسة أن يتغلب على ملك من الملائكة أو أن يشوش عليه أبدا، هم عليه أقوياء أمناء. قلت وجبريل كان ذلك الملاك القوي الأمين عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الشيء كيوصلوا به واحد النتيجة، وهو يعني ما هو صريح الكتاب والسنة، وهو أن الملائكة معصومون، كيغلطوش لا يخطئون، من عند الله هكاك ربي تعالى خلقهم، كذلك فطرهم الله جل وعلا وخلقهم، لا يخطئون، لا يعصون الله ما أمرهم، ما عندهمش معصية، ما كيعرفوهاش، ويفعلون ما يمرون، الطاعة الكاملة التامة المثالية في الطاعة والتنفيذ كاين عند الملائكة. فهذا هو الإيمان بالملائكة، نؤمن بالملائكة أولا أنهم يعني رسول الله جل وعلا ومكلفون بما كلفهم الله به، ثم هم أمناء أقوياء على ما أنيط بهم من أعمال الأمانة التامة. لما تسمع الملاك يعني تعرف بأنه الأمانة الكاملة، ما كاين وسواس، ما كاين خناس، ما كاين شيطان، لا يقربهم شيء من ذلك ولا يستطيع. فالملاك قوي بالله جل وعلا، أمين بما فطره الله عليه من الأمانة. التصور ديال المسلم حول الملائكة لا ينبغي أن تشوبه شائبة، ولذلك الشيطان من اللي كيوسوس للناس عبر التاريخ، المذاهب والفراق والضلال كيبداو يتوهموا الملائكة أنهم يمكن يغلطوا يمكن يديروا إلى آخره، كأولئك الزنادقة الذين قالوا قبل في التاريخ إن جبريل حينما نزل بالرسالة أخطأ، فبدل أن يتنزل بها على قلب عليين تنزل بها على قلب محمد، وهذه من أضل طوائف الشيعة الروافض، من أخبث الفرق ديال الشيعة. جبريل ما يغلطش، وإلا هذا كفر انتهى، نقترج على السطر، كفر، لأنه كفر بصفة ثابتة من صفات الملائكة وهي العصمة. لما شي واحد ياخذ الشك في الملك بأنه معصوم راه مشى الإيمان ديالو، مشى خطر الإيمان ديالو، سيعاود يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويغتسل ويدخل الإسلام من جديد، لأن هذا روك ماشي شي حاجة سهلة ما فيهاش اللعب، ما عندكش الحق تزيد ولا تنقص، الخطأ فيه يعني غير مسموح به، غير مسموح به بتاتا أنك تخطأ في حق الملائكة.
لأن ربي دلو ركن باش كيحمي هذا الإيمان، كيحمي هذا العنصر ما يبقاش به التلاعب، فجعله ركنا من أركان الإيمان بالتواتر أن تؤمن بالله وملائكته باش ما يوقعش التلاعب في مصدر الرسالة، لأنه إلا دخلك الشك غير ولو مينيم ديال الشك في مصدر الرسالة حتى حاجة ما تقدر ديرها في الدين، باش كيتوقع الطمأنينة والسكينة التامة في أن هذا القرآن قد جاء من عند الله كما هو الآن، ولا حرف زيد ولا حرف زيد، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص، لأنه طرق اللي جاء بها طرق ديال الكمال والأمان والقوة من عند الملائكة لعند الرسل، ثم نقل من عند الرسل إلى الناس بالتواتر الذي يستحيل أن يقع فيه الخطأ والكذب، يعني الآلاف ديال الصحابة رووا إلى القرآن والآلاف المؤلفة من التابعين ثم بعد ذلك الملايين من الأمة الإسلامية نقلوا القرآن الكريم حفظا وكتابة إلى العالم، مستحيل عقلا مستحيل عقلا أن يقع فيه الخطأ زيادة أو نقصان، باش تشوف الخريف فعلا ديال العقائد ديال الاخرين اللي يقولك لا واه القران فيه شي صور محذوفه وفيه شي ايات مقلوبه وكذا، دي خرافات، هذه خرافات لا يقبلها العقل المجرد، العقل بنادم يكون عنده عقل جي يهودي ولا نصراني ويكون يعني حيد له الهوى، نفرضوا انه انسان يعني كينصف ما يكذبش، حيد له الهوى وقول له ودي واحد الكتاب تنقل بهذه الطريقه ها كيفاش دايرها الطرق ديالو ديال النقل، اش ظهر لك ممكن يوقع فيه الغلط، بالعقل ديالو غيقول لك مستحيل يدخلوا الغلط او يدخلوا الزياده او النقصان ومستحيل يدخلوا التحريف، اعظم وثيقه وثيقه مقطوع بنسبتها الى الله جل وعلا، ثبتت وبقيت المده المعلومه في الارض من يوم نزول جبريل به على قلب محمد عليه الصلاه والسلام الى يوم الناس هذا، انما هو القران والقران وحده، كاينش حاجه اخرى، ولا السنه، ولا السنه عندها هذه القيمه هذه، لان سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام انما نقلت في البدايه شفاها، ما تكتبتش كاع، كتبت غير اللي يقول لك اودي اذن رسول الله بكتابته صحيفه عمرو بن العاص وصحيفه فلان، شحال هي هذه الصحيفه؟ مجلد ورقه، رقعة من جلدين ورقعة أخرى من جلد ثلاثة أربعة الورقات والباقي كله نقل شفان، الآلاف ديال الأحاديث تروات بالشفوي، بمعنى أن الحديث في أغلب أحواله نقل بالمعنى وليس باللفظي، وناضوا العلماء فعلا فرزوا الصحيح من الضعيف من الحسن وتبتوا التبت وضعفوا الضعيف، ولذلك كاين الحديث الصحيح والحديث الضعيف موجود، القرآن ما فيش القرآن الصحيح والقرآن الضعيف والقرآن الحسن، كله لا أقول صحيح لا فوق صحيح، متواتر مقطوع به يقين يقين، ككون الليل ليلا وكون النهار نهارا لا يشك فيه الأعمى ولا البصير، فكذلك القرآن الكريم، ولهذا كل هالعناصر سبحان الله العظيم اللي عندها علاقة باش يوصل كلام الله للناس، كل هالعناصر اللي عندها علاقة باش يوصل كلام الله للناس دارها الله تعالى من أركان الإيمان باش ما تبقاش حجة عند البشر، رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بما أن الملائكة طريق مهمة من طرق نقل القرآن الكريم جعل ربي الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، ما جعلهمش داخلين في عموم القرآن، أنا ممكن ما يديرهم شيء يعني من حيث المنطق العام ممكن يعني ما يديرهمش ركن، ولكن قولوا الديره اللي كفر بالملائكة راه كفر، علاش؟ لأنه راكينين في القرآن مذكورين في القرآن، لا ما كافيش ذكرهم في القرآن وزاد من فوق هذا جعلهم ركن من أركان الإيمان، لأن بالفهم الحقيقي والإيمان الحقيقي الموقع الملائكة من الكون والموقع الملائكة من الدين بهذا المنطق هذا باش كان آمنوا بالقرآن براسه، فإذا دخل الإنسان شكون في حقيقة الملائكة دخل شكو بعد ذلك في كل القرآن الكريم بل في كل الدين في كل الدين، ولهذا كيبان الآن الجريمة الكبرى ديال اليهود لما قالوا جبريل عدونا، مع من كتلعبوا؟ هذا جبريل ملك، إذن كفروا وانتهى، وسيصرح القرآن بذلك التصريح، قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله، يعني أي أن جبريل نزل ماذا؟ القرآن، هذاك هو ضمير يعود على القرآن الكريم، فإنه نزله أي جبريل نزل القرآن، لأن قالوا ليه من يتنزل عليك بهذا القرآن، راه القرآن مذكور سبب النزول والضمير الآن، يعني القرآن فيه الإيجاز البليغ الذي لا يستطيعه أحد طبعا، إنه مفهوم من السياق مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، الكلام واضح جدا أنه على القرآن هو الذي يعني فيه هذه الصفات، فإن الله هو الذي آذن لجبريل بأن يتنزل بالقرآن، ماشي زعما جبريل رشق له ومن دويها راسه أخذ القرآن ونزل به أو تنزل به على قلب رسول الله، كلا طبعا
إذا كنتم أنتم يا معشر اليهودي أو أي واحد يشك في الملائكة أو يعادي الملائكة، قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فإن هذا الملاك الذي تعادونه جبريل قد نزل القرآن وتنزل به على قلبك يا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ماشي الرسول هو ما هو إلا مرسول بإذن الله. هذه العبارة ديال بإذن الله باش كيبين لليهود ولغيرهم بأن الملاك يعني راه تأثير ديالو منعدم بتاتا في قضية أنه يعني يختار يجي في هذا الوقت أو غير هذا الوقت، أو أنه يجي هو ولا يجي غيره. واش يعني الملائكة هي اللي كتخير؟ الله تعالى قال لهم نزلوا القرآن سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة، ويتخيروا الملائكة شكون اللي ينزل؟ أبدا، الملائكة تؤمر فتجيب، والله جل وعلا هو الذي يقدر من من الملائكة يقوم بهذه الوظيفة أو تلك، وأوكل تنزل بالوحي بإرادته جل وعلا إلى جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك بإذن الله مش من راسه، وليس بإرادته وليس باختياره، لا خيار له ولا اختيار، بل هو مجبر مأمور بأن يتنزل بالقرآن الكريم. فجبريل إنما ينفذ أمر رب الكون. إذا أنتم لك تعاديوا جبريل، في الحقيقة راكم ما كتعاديوش جبريل، كتعاديوني أنا يعني جل وعلا رب العالمين. وإنما ما بغيتوش تقولوا هنيشان، خذوا لها قود وقولوا احنا ما بغيناش نآمنوا بهذا القرآن لأنه نزل عليك أنت، احنا ما قابلين شيء. وهذا يعني كلام واضح جدا، لأنه يعني يرفض أمر الله جل وعلا. قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، مش من خاطره ولا من راسه باش انت تجي تعادي جبريل، بل هو مأمور، لا حول له ولا قوة، مأمور. هذه طبيعة الملائكة، مصدقا لما بين يديه. هذا القرآن الذي تعادونه وتعادون من نزل عليه ومن تنزل به، هذا القرآن مصدقا، أي جاء على حال وحاله أنه مصدق لما بين يديه، أي من الكتب السابقة على رأسها التوراة والإنجيل طبعا، مصدق لما بين يديه، ما جاش وقطع الصلة مع اليهود في خطرة، لا، كيقول بأن التوراة حق، راه كيعترف بكم يا معشر اليهود. وهذا من أقوى حجج القرآن، من أقوى حجج القرآن أنه اعترف بالرسل كلهم وبالأديان السماوية التي هي دين واحد في نهاية المطاف، وبالكتب جميعا، التوراة والإنجيل والزبور، ما كاينش شي دين عنده هذه الخاصية أبدا، ولا يعني أي دين في الأرض ما عندوش هذه الخاصية. واضح جدا أن اليهود لا يعترفون بالمسيح عيسى عليه السلام، وأن النصارى لا يعترفون بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. المؤمنون من المسلمين وحدهم يؤمنون بالرسل جميعا وبالكتب جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. جمعوا حقائق الإيمان جميعا، وهذه من خصائص هذا الدين اللي هو الإسلام، ولذلك الغلبة مستقبلا وحاضرا إنما هي لهذا الدين. لو أنه فعلا عالميا يتترك الحوار بحرية ويتكلم الدين بحرية لقهر الأرض جميعا بالمنطق دياله. القرآن منطقه الذاتي قوي، ما محتاجش لي دفع عليه الإسلام. غلط اللي كيفهم بأنه كيدفع على الإسلام، الإسلام يدفع لي وعليك، هذا راه واحد غلط. هذا يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني جايين كيتفخموا على سيدنا محمد، هادو أعراب يقولوا له اش دار لك، احنا آمنا بك، كان قوي الصف ديالك، زيد الإيمان ديالك على راسك، رب العالمين يحتاج لك سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة. المشكلة في أن الناس من الكفرة الماردة، يعني الشياطين الكبار ديال صناع القرار السياسي الضال الكبار ديال العالم، يقومون بالتشويش الإعلامي والحيلولة دون الخطاب الإسلامي من أن يصل إلى مواقعه آمنا مطمئنا. رب العالمين في آية فيها من تحدي ما لا قبل للعالمين به في قضية أن القرآن مؤثر بذاته، وذلك قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. عجيب، مشرك عدو الله من الفئة المحاربة المقاتلة للمسلمين إلى جاء كيطلب الأمان، وإن أحد من المشركين استجارك كيطلب الأمان فأجره قبل منه الأمان ديالو وحميه، حميه لهدف واحد حتى يسمع كلام الله. ما تفرضش عليه الإيمان، لا ما تفرضش عليه الإيمان، اسمع، مهم اسمع، فتقوم عليه الحجة ثم أبلغه ما منع وصلوا لقبيلته مأمن معزز مكرم، ما تأديش ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
لا يعلمون طبيعة هذا الدين ولا يعلمون حقيقة القرآن. ولذلك ما من أحد لم تتغير فطرته، أي كافر الفطرة دياله ما زال ما خسرتش، بقي بنادم، ما زال ما ولاش بهيمة وحيوان، بقي بنادم، بقي فيه الآدمية، يعني الفطرة دياله. سمع القرآن إلا وانبهر به، طافي، لأن المنطق الداخلي ديال القرآن قوي، لأن اللي نزلوا سميتو القوي. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. رب العالمين تكلم مع سيدنا محمد كيقول له هذا القرآن راه كيجيك ما فيهش اللعب، وما كيجيش من شي جهة ضعيفة. وإنك لتلقى، يعني القرآن كيجيك يعني عن طريق التلقي، انت يعني ماشي انت كتختار الوقت والمناسبة باش يجيك القرآن، لا، القرآن يتنزل عليك في الوقت الذي يريد الله وفي المكان الذي يريد الله، لا إرادة لك. ولذلك فإنما أنت تتلقى، هي الحاجة جاية من السماء كتلقاها. وإنك لتلقى القرآن من لدن، المصدر منين جاي؟ حكيم عليم. القرآن كله حكمة، وحكمته حكمة بالغة قاهرة غالبة، وصاحبه الذي تكلم به وهو الله جل وعلا عليم، عالم بما كان وعالم بما هو كائن وعالم بما سيكون وما فيه مما فيه مما لم يستوعبه العقل البشري، ما هو إلا فتنة وابتلاء، ابتلاء، لكن الغالب ديالو أنه يعني مفهوم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لكن فيه آيات متشابهات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما للعقول والقلوب الواعية هم اللي كيعرفوا بأن هذا القرآن أقوى من أن يجادل، أقوى من أن يحارب، أقوى من أن يتطرق إليه الشك أو الاحتمال. الشياطين عندهم واحد الأسلوب إبليسي، يبدأ يتحاور معك يقول لك وا إلا ما كانش في واحد مؤمن، كان كيوقع كتير هذا في الأيام اللي كان الإلحاد منتشر فيها، نهار كان الإلحاد موضة والبشر يعني غادي مع الموضة مع الأسف كل مرة موضة، كيقول لك ودي خلي القرآن جنب. هذه حيلة إبليسية شيطانية هالكة، أنا شان خلي أزيد القرآن جنب لضعفه هو، لأنه يعني ضعيف، والحجة القرآنية قوية قوية كتقهر له قلبه، كيدير لك الحيلة يقول لك خلي القرآن جنب. لما تخلي القرآن جنب وتبدأ تتكلم معه بعقلك فإنك تتكلم معه بالنقص والأساليب الضعيفة، لأن العقل مهما علاش أنه ناقص، القرآن فيه المتانة فيه القوة، كيفضح المنافق ويفضح الكافر، كيتكلم له على الدواخل الباطنة ديال القلب دياله، شيء غريب جدا، يعني كيطلع له داك الشيء اللي ما يطيح لكش على البال، القرآن ويجبدو ويحطو لك فوق الطبلة. ولذلك حينما يجادل أي شخص ولو كان أطغى الطغاة عقلا وفكرا بالقرآن لا يملك إلا أن يكون من الخاضعين، أو كي نضفك ويقطع المحاورة والمجادلة ويرفض أن يسمع القرآن الكريم، يلغو في القرآن الكريم. القرآن منطقه وحجته في نفسه، كلهم الأنبياء ربي جل وعلا أعطاهم معجزات مساندة، سيدنا موسى أعطاه العصا وأعطاه الياد وأعطاه عداد 9 آيات، سيدنا عيسى أعطاه الشفاء إبراء الأكمة وإبراء الأبرص وإحياء الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله إلى غير ذلك. سيدنا محمد أعطاه القرآن الكريم، أعطاه القرآن فقضى بذلك على كل ما قبله، والمعجزات الجانبية التبعية لا أصلية تبعية اللي جات مع سيدنا محمد يعني كنبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، إنما كما قال المحققون معجزات خاصة كانت لا علاقة بذلك الزمن فقط وبالذين حضروا الواقعة، غير دوك اللي حضروا، لأن هذه المعجزات في أغلبها لم تنقل بالتواتر، نقلتها أخبار الأحد وفي بعض الأحيان أخبار ضعيفة جاء بعض الأحيان، بينما القرآن بقي معجزة خالدة إلى الآن يحاجج كبار الفلاسفة والمفكرين في العالم. وسبحان الله العظيم باقي الآن كنشوفوا ناس غوال في الفكر، يعني الغول غول غول في الفكر والفلسفة، يعني يقول أمره في كثير من الأحيان إلى أن يسلم بهذا الدين. هو غير معقول باش يكون هذا الدين فيه الخرافة. هتجي بحال روجي غارودي مثلا، جبار ديال الفلسفة الماركسية في فرنسا، في آخر حياته يفضي من داكشي كله يقول لهم الإسلام هو اللي كاين، وغيره كثير كثير من المثقفين المعروفين من ألمانيا وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فلذلك مستحيل يكون هذا القرآن عنده منطق داخلي مرتبك أو ضعيف
ويؤمن به أمثال هؤلاء أبدا. القرآن قوت ذاته، وهذا الذي يرهب العالمين من الطغاة والظالمين والفسقة والفجرة. اللي مقلقهم ومخسر لهم الراحة ديالهم أن القرآن قوي بذاته، تمنوا له أن هذا القرآن كالأناجيل محرف. ولذلك نضو خرجوا هذاك اللي يسموه الفرقان الحق، ذاك اللي هتوف لا طبعوا شي كتاب، يعني شي شياطين ما نعرف منسوب القيلة الأمريكيين أو الاستؤدري، على كل حال نسبة ديالهم من هكذا تقول الصحافة. ولكن في نهاية المطاف يعني هو كلام يريد أن يخلط على الناس دينهم ولا يفلحون، ضيعوا الفلوس فوالو في الخاوي، لن يفلحوا أبدا، لأن القرآن عنده نسيج دياله ماشي ديال الأرض. القرآن معدن من خارج الكوكب الأرضي، ولذلك ما يمكنش تحاربه بالأساليب الأرضية، ما تخدمش معاه قاع. استعمل الحيل الأرضية، الأساليب، وسائل تدمير كلها الأرضية، لن تجدي ينفعا مع القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم جاي من آفاق عليا، ما منتميش عنصر لا ينتمي للمدار الأرضي ولا للفلك الأرضي ولا للسماء الدنيا كلها قاع، اللي هي يعني سد وحد العقل البشري. العقل البشري حده بطن السماء الدنيا، الأفلاك والنجوم والمجرات، هنا الفكر المعاصر كيدور. أما ما فوق السماء فلا علم له به، بل لا يؤمنون به أصلا، كيأمنوش هما بشي حاجة سميتها السماء بالمنطق اللي عندنا في القرآن، كيعرفوهاش وما كيأمنوش بها. هذا القرآن جاء من فوق سبع سماوات، من عند حكيم عليم جل وعلا. فلهذا إذن رب العالمين حينما أنزل القرآن أمن له مسالكه وطرقه، وعلى رأسها الملائكة، لأن الملائكة على يديهم داز في المرحلة الأولى. أنزله الله جل وعلا عبر الملك جبريل من السماء السابعة، من عند الله جل وعلا مباشرة إلى السماء الدنيا، جملة كامل نزل في ليلة واحدة السماء الدنيا، وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل سماء الدنيا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم جعل يتنزل به مرة أخرى جبريل بإذن الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام على حسب الحاجة. لما كيحتاج الناس لشي آية كينزلها الله سبحانه وتعالى من السماء الدنيا للأرض. ومن الأشياء العجيبة والغريبة أن القرآن تتبع وقائع الناس، القرآن كله من تنزل على وقائع، وقعت كذا كتنزل آية، وقعت كذا كتنزل آية، كيقولوا ليه بشي كلمة كتجيهم آية أو ما عدب، قالوا قل لنا شكون اللي نزل عليك من الملائكة، قالوا من جبريل، فقالوا قولتهم ذلك عدونا، فنزلت الآية، قل من كان عدو لجبريل. وذاك شيء راه تكلم به الله قبل ذلك منذ الأزل، من القدم موجود القرآن، وفيه شيء عجيبة، لأنه كينتمي هذا القرآن إلى علم الله، وعلم الله غير حادث. علم الله تعالى ماشي عاد تكون ولا تكون في زمان، سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة. علم الله أزلي، ما عندوش البداية دياله، وأبدي، ما عندوش النهاية دياله، لا يضل ربي ولا ينسى، سبحانه وتعالى ما تلف له حتى حاجة، ما ينسى حتى شي حاجة سبحانه. ولذلك اسميته الله، كلمة الجلال التي تتضمن ما تتضمن من جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، اللي هي صفات الكمال والجلال والقوة والجبروت. ولذلك فعل الإنسان حينما يتعنت ويجابه الأنبياء أو يجابه الملائكة هكي يقوم بواحد الخطر كبير جدا، لأنه في حقيقة الأمر إنما يعلن الحرب على رب الكون. واليهود كانوا أجهل الناس بالله، أجهل الناس بالله هم اليهود، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه الآية نزلت في اليهود النيت، لأنهم يعني جعلوا لله جل وعلا تشبيها بخلقه سبحانه وتعالى. قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي أن جبريل تكلف بمهمة التنزيل ونزل القرآن الكريم بإذن الله على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندنا جوج العبارات هنا مفاتيح، كتسمى الكلمات المفاتيح. العبارة الأولى تنزيل، فإنه نزله، ولذلك من أسماء ديال القرآن أنه تنزيل، تنزيل. ثم على قلبك، أي أن القرآن حينما نزل نزل على قلب رسول الله أولا. كلمة تنزيل هذه كتشير ذاك المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، وهي أن هذا القرآن عنصر خارجي. أرى هذه واحد العجيبة من العجائب وغريبة من الغرائب، يعني عندنا الآن وثيقة لا تنتمي إلى الأرض، شي ديال الأرض، جاية من عالم ما وراء الأرض، أو كما يعبرون ما وراء الطبيعة، الطبيعة المادية، من عالم الغيب، رسالة جات من عالم الغيب من عند رب الملك والملكوت، وموجودة عند بندم. هذا كنز، كنز وأي كنز،
ولذلك الكافر لما ربي تعالى كيبغي سبحانه وتعالى يهديه ويجعله يكتشف القرآن كيوقع له انبهار انبهار. وسبحان الله العظيم ملي كيتصاب ما كيعرفش العربية يعني كيعيش واحد المأساة مأساة. وتصوروا تصوروا هذه الحقيقة أنه كيعرف هذا كلام الله ولكن ما كيعرفش يقرأ وما عندوش وسيلة باش يقرأه وما عندوش قدرة باش يفهمه، لا يقرأه إلا مترجما. وعمر الترجمة ما تعطي المعنى، هي الترجمة معروف العلماء الترجمة الآن معروف عندهم أن الترجمة مستحيل تنقل المعنى ماشي ديال القرآن لا ديال البشر أي نص علمي ولا أدبي، الترجمة مستحيلة ما كيناش ترجمة لا وجود لها إطلاقا، يستحيل ترجمة الكلمات أي كلمة من أي لغة من اللغات الطبيعية الموجودة، يعني لأن اللغة شنو هي؟ أي لغة دابا حتى العامية حتى الدارجة اللغة هي تعبير بزاف ديال الملابسات عندها، ولكن العمق ديال اللغة هو تعبير على الإحساس. عندي إحساس كنعبر عليه وعبرت عليه بواحد الكلام معين، لما تجي أنت وترجموه ما عمر هذيك الترجمة ما تعطي الإحساس ديالي أنا، لأن الكلمات عندها ذوق نفسي. ملي تكلمت انا او انت تكلمت راني اخترت الكلمات ديالي بواحد الشكل لا شعوري، يعني ماشي راني كنبدا نتكلف ونقول هذه الكلمه لايقه هذه ما لايقاش، لا بشكل تلقائي كنختار الكلمات ديالي بشكل لا شعوري للتعبير عن معاني، وهذاك الاختيار عنده واحد العلاقه كبيره بالحياه ديالي وبالثقافه ديالي وبالوضعيه او التاريخ النفسي ديالي وديال ديك الكلمات وعلاقتي بهذيك الكلمات. هذيك الكلمات بالضبط تجي انت وترجمها وتبدل لي كلمه بلاصه كلمه صافي خسر المعنى، يعني كننقلوا في الترجمة كننقلوا المعنى العام، أما الإحساس فيستحيل نقله. هذا يتعلق بالكلام البشري، فما بالك بكلام الله من ذا قدير على الإحاطة بمقاصد القرآن حتى يزعم أنه ترجم القرآن. راه الترجمة في القرآن ماشي غير مستحيلة فوق مستحيلة له، وإنما هو تقريب تقريب لا أقل ولا أكثر، أو إن شئت فقل تفسير تفسير يعني ضرب من ضروب التفسير. ففعلا حقيقة يعني الإنسان إذا كان أعجميا لا يحسن العربية ووقع الإيمان بقلبه، وشاهدناهم كيعيشوا مأساة مساكين ديال الجهل بالعربية، وشفت ناس مساكين كيحضروا الدروس وهنا نيت في هذه المدينة هذه عجم يعني مرة فرنساويين مرة انجلزة كيجيوا يحضروا مساكين الدروس ما عندهم شي كلمة واحدة في العربية، ولكن منسين أن هذا الكلام ديال الله هذه التونيسة ديالهم. فشوفوا المأساة ديالنا احنا اللي كنعرفوا العربية ونعرفوا نقراوا بالقرآن بالخاطر مرتاح كتقرأ ما مكلف ما متعوب، وأغلب المقاصد القرآنية ربي تعالى مكنك منها، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومع ذلك مع الأسف نهجر كتاب الله جل وعلا. هذه حقيقة مصيبة أصيبت بهذه الأمة. من هنا إذا نعود إلى ما كنا نتحدث فيه من أن التنزيل راه سر من أسرار هذا القرآن أنه منزل عنصر خارجي، فرى واحد الاحتفال كبير خص القلوب ديالنا تحتفل بهذا القرآن. علاش؟ لأنه عنصر ماشي ديال الأرض، ديال رب الأرض أرسله إلى أهل الأرض فإنه نزله الله جل وعلا، نزل جبريل وجبريل تنزل بالقرآن الكريم ونزله على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخص الإنسان يستحضر دائما وهو يقرأ هذا القرآن أنه في واحد الوقت من التاريخ هذا القرآن شق السماوات ماشي السماء السماوات، وفتحت المعارج يعني الطرق ديال السماء المعارج طرق السيارة من عند رب العزة إلى الأرض، وعرج خلالها وعبرها الملاك جبريل القوي الأمين ينزل بالكتاب بأجنحته 600. رأيت جبريل في الحديث الصحيح له 600 جناح وأجنحته طبعا من نور لأنه خلق من نور، تخيل شيء الريش والمسايل من نور ينزل بالقرآن بقوة وبأمانة باش يجي عند سيدنا محمد وبعد ذلك يشع به النور المحمدي على العالمين. فين غير تحط القرآن؟ تحط في صندوق؟ ما تحط شيء في صندوق. التوراة تحط في صندوق في تابوت وكان في ألواح وألقى الألواح، سيدنا محمد ما كانوا عنده الواح ولا أوراق، وإنما كان يكتب القرآن أول ما يكتب على صحيفة قلبه عليه الصلاة والسلام. فالأمة إذن تملك كنزا ثمينا، فعلا تملك كنزا ثمينا هذا المتنزل عليها، وهي أيضا تملكه باعتباره قرآنا مضمونا وثيقة مقطوعا بها. فإذن القرآن كتب أول ما كتب على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيح سأحاول بيانه وشرحه، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيحكي حينما بدأ بالوحي أول مرة يجي الوحي فإقرأ قصة ديال فأخذني فضمني أو فغتني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال لي اقرأ فقلت ما أنا بقارئ.
الأولى والثانية اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، ثم قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سيدنا محمد يحكي عليه الصلاة والسلام، يعني حينما ودعه جبريل وفارقه وقد ألقى في روعه هذه الكلمات قال فكأنما كتب كتاب في قلبي أو في صدري أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني مش هذاك الشيء ركب له في القلب ديالو بحال تكتب، الله تعالى كأنما كتبه في قلبه. قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. القرآن تطبع، التطبع على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أولا كاملا، طبعا منجما آية آية حتى اكتمل أمره. وكان جبريل عليه الصلاة والسلام كما تعلمون يدارس القرآن كل ليلة من رمضان، حتى كانت ما سمي في التاريخ ديال القرآن بالعرضة الأخيرة التي حضرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال حضرت العرضة الأخيرة. يعني سيدنا محمد كان يعارض، كي عرض القرآن على سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل يعني كي ضبط له القرآن الكريم. الله عز وجل ضمن أن يوثق هذا القرآن بقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي هذا إشارة بليغة إلى أن القرآن الكريم إنما ينفع صاحبه أنا وانت والأخر الأخر إذا وقع من قلوبنا أولا، انزل على القلب ديالك، أي أنت تلقاه بقلبك كتعيش بالإحساس ديالك وبالوجدان ديالك، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ولذلك قال في غير ما آية بأن القلب هو محط الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أم على قلوب أقفالها، لمن كان له قلب أو السمع وهو شهيد، لا يفتأ القرآن يركز على القلب باعتباره محط الإيمان، محط الإيمان. قد يفهم العقل الحق ولا يفهم، يمكن العقل يفهم بأن هذا حق وما يديروش لأن القلب مغلق. اليهود ما كانش عندهم كما ذكرت من قبله ولو قليل من الشك في أن هذا رسول الله وفي أن هذا القرآن كلام الله. العقل حاضر وعنده الجزم بأنه قرآن، ما بغينش لأن القلوب مغلقة. ولذلك راه الله يستر كيمكن الإنسان يتنزع له الإيمان من قلبه وخا عقله راه فايق. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، نسأل الله العافية، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك محورية القلب في المسألة الدينية لا يجادل فيها مجادل أدراك حقيقة الخطاب القرآني. القلب عنصر روحاني يقع بالصدر وماشي هو بالضرورة العضلة التي تضخ الدم. من زمان قالوا العلماء القلب الذي يتحدث به أو عنه القرآن الكريم والسنة النبوية له علاقة بهذا القلب، ولكن ليس هو إياه، ماشي هو هذا القلب حرفيا يعني، لكن له علاقة به لأنه أولا في الصدر، ولأن الجانب الروحي من الإنسان اللي عنده علاقة بالعواطف عنده علاقة فعلا بهذا القلب، هو الذي يخاف ويفزع، هو الذي يفرح، الانقباض كل انبساط كل ذلك يقع من القلب، والإيمان والكفر والإقبال والإدبار كل ذلك موقعه القلب الروحاني النفساني. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، حدد مكانها. ولكن مع ذلك رغم أنها في الصدور ما يمشيش البرك أنه مباشرة اللحمة العضلية، هي في الصدور، في الصدور ولكنها قلوب روحانية. قد يكون أن هذه النفس التي نلبسها وتلبسنا تتلبسنا في كل موقع وعندها المركز ديالها تهي في الصدر داخل القلب العضلي خارجه محيط به فوقه لا ندري، هذاك غيب لا ندري، لكن هذه حدود العلم البشري مما يمكن فهمه من كتاب الله. ولا يحق المؤمن أن يزيد شيئا على كتاب الله جل وعلا وعلى ما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك رب العالمين يخاطب اليهود بما يعرفون، بما يعرفون، وكان كيفضحهم وكانوا كيعرفوا القرآن كما يعرفون أبناءهم. واش كان شي واحد اللي يتلف له ولده وراه هكذاك اليهود، راه ملي جا القرآن ما يتلفش ليهم بحال ولدو، إلا ما تلف ليش كذلك القرآن غير جاء عرفوا، لأنهم أعرف الناس بالوحي هم اليهود، الكتاب عموما أعرف الناس بالوحي في زمان محمد عليه الصلاة والسلام هم اليهود، يعرفون الوحي، يعرفون طبيعته، يعرفون كيف يكون. فلما رأوا خصائص النبوة في رسول الله عرفوا أنه رسول الله وعرفوا أن هذا القرآن هو من قبيل التوراة
كيشبه التوراة ومن قبيل الإنجيل، لكنه ما أحب ذلك للأهواء وللعقيدة العجلية التي ترسخت بقلوبهم فأعمتهم وأضلتهم. ولذلك نختم ونخلص إلى خاتمة، وهي أنه اللي بغى يستفد من القرآن الكريم ما يغيبش على باله أنه متنزل وأنه تنزيل، ولا بد أن يفتح هذه الثانية، ولا بد أن يفتح باب صدره ليتذوق القلب مباشرة القرآن الكريم. فالقلب إذا انصقر بالقرآن وتنور بالقرآن بدت له الحقائق الإيمانية في الكون، وما صار له أدنى شك ولا ريب في أن الحق حق وأن الباطل باطل، وبذلك يصل إلى درجة الصديقية في الإيمان، وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.